مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في منتوج جديد وعقار جديد اللي كنتمنوا انه ينال اعجابكم. خوتنا احبابنا، جبنا لكم منتوج كامل متكامل باذن الله الرحمن الرحيم. الموقع ديالو استراتيجي، الفينيسيو ديالو هائل، ما يمكن لك تضيف حتى اضافه على هذا العقار، وكذلك الثمن اللي كنحاولوا دائما اننا نجيبوا لكم الاثمنه اللي تنال اعجابكم، الاثمنه اللي كتكون خوتنا احبابنا جد مناسبه. هذا من بين العقارات خوتنا احبابنا اللي الثمن ديالو ان شاء الله غادي يكون مناسب، بحكم كيف ما قلت لكم الموقع ديالو اللي قريب لنا، المرافق كامله اللي يمكن لنا اننا نحتاجوها. شوفوا معنا الفينيسيو كيفاش داير، هذا غير المدخل الرئيسي ديال العقار. فينيسيو روعه روعه روعه، راه الدار تقريبا ما شاء الله راه معوده كامله خوتنا احبابنا، ما يمكن لك تضيف حتى اضافه على هذا العقار هذا الجميل والمتميز. غادي نبداو معكم ان شاء الله كيف ما عودناكم خوتنا احبابنا من المدخل الرئيسي ديال هذا العقار هذا الجميل والروعه والتميز. دائما ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجولوا في هذه الشقه هذه، نعطيكم انا معلومات طبيعه الحال اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. عندنا المساحه 109 ديال الامتار، عطاتنا 3 ديال الغرف، صالون، 2 ديال الحمامات ومطبخ جد متميز. هذه غرفه النوم الاولى اللي جات بهذه الكيفيه هذه الجميله، صباغه ممتازه، فو بلافو بالقبس، لي سبوت، ريدوات الكتريك، النوعيه ديال الالومنيوم، النوعيه ديال السانيتير، النوعيه ديال البريزات ديال الضوء، جميع التفاصيل كيف ما قلت لكم خوتنا احبابنا اللي غتشاهدوها راه من النوعيه الرفيعه وراه كلشي معاود، حتى هذاك الشيء ديال البلومبري كلشي راه خوتنا احبابنا هذه الشقه هذه راه معاوده كامله، يعني ما يمكن لك تضيف حتى اضافه على هذا العقار. جيب الساك ديالك، جيب الحويجات ديالك ومرحبا بك والف مرحبا. الموقع مدينه سلا، حي كريمه قرب محطه الترامواي قرب سوق الصالحين، يعني من بين احسن المواقع اللي يمكن لك تستقر فيها، لان كيف ما قلت لكم راه الموقع قريب من المرافق كامله، قريب من المحطه ديال الترامواي. هذه من بين اهم الحوايج اللي حتى الا كنت ساكن في مدينه الرباط راه يمكن لك تستقر في هذا الموقع هذا، راه كيف ما قلت لكم راه كتواجد في حي كريمه قرب سوق الصالحين، جات ما بين سوق الصالحين والمحطه ديال الترامواي. هذه وغرفه النوم الثانيه راه جات بالبالكو ديالها، شقه خوتنا احبابنا نقيه ممتازه جدا، وعندها جوج ديال الفاساد اوبوزي راه كطل على الشارع الرئيسي مباشره اللي كيدينا كيف ما قلت لكم لسوق الصالحين، وكذلك اللي كيدينا ما كيبعدش هذا الموقع هذا الا حوالي واحد 200 حتى 300 متر على المحطه ديال الترامواي. مساحه 109 متر، 3 ديال الغرف، صالون، 2 ديال الحمامات ومطبخ. فينيسيو هائل ومتميز، شوفوا معايا الفينيسيو كيفاش داير، بوحدك في الايطاج، كتواجد في الطابق الرابع مع عدم وجود المصعد. الصالون عندنا سيجور كيف ما كتشاهدوا معنا، روعه روعه روعه. الثمن غادي يكون ان شاء الله في المتناول طبيعه الحال، بقاو معنا حتى نوريكم التفاصيل كامله ديال هذا العقار، وطبيعه الحال نعطيكم الثمن اللي غادي يكون ان شاء الله هميزه، بحكم كيف ما قلت لكم الموقع راه جد متميز. صباغة الخيال كتعم هاد الصالونات هادو، عندنا صالون وعندنا سيجور، كيف ما قلت لكم ريدوات الكتريك، فو بلافو بالقص، عندنا لي سبوت، ودائما كيف ما كنقول لكم خوتنا احبابنا التصوير راه كيكون تقريبي. شوفوا معايا البريزات مستوردين من الخارج، شي حاجه اللي هائله رائعه ومتميزه. كيف ما قلت لكم ريدوات رام الكتريك، كيف ما قلت لكم ان التصوير دائما راه كيكون تقريبي، دائما اللي بغى يدير شي زياره مباشره المنتوج بطبيعه الحال كيكون افضل من التصوير، المنتوج كيكون افضل من التصوير، دائما التصوير كيقربنا واحد 70 حتى 80% من العقار. اللي بغى يدير كيف ما قلت لكم شي زياره مرحبا به والف مرحبا، كنكونوا دائما سعداء اننا نوصل لكم بجميع التفاصيل على اي عقار بغيتوا تشريوه عن طريقنا ان شاء الله الرحمن. وكذلك اللي بغى يبيع اي منتوج مرحبا به والف مرحبا. صالون بهج، الدويره مشمشه، والموقع استراتيجي وبوحدك في الايطاج بطبيعه الحال. الصالون كيف ما قلت لكم هو هذا، عندنا السيجور كيشوف في هاد الدخله اللي جات فروجيه، والدخله جات القدام ديالها ما عندناش الحيوط، يعني ملي كتدخل للشقه كتكون فروجيه بطبيعه الحال. كيف ما كنقول لكم ان الشقه ملي كندخلوا ليها اما كتكون مغموقه ولا كتكون مفتوحه، كتعطي واحد المساحه وكتعطي واحد الاريحيه للعين. هذه من بين الشقق اللي كتدخل ليها كتدخل مرتاح لابارتومون، لان ما عندنا شيء، السور قدامنا مباشره. هذه غرفه النوم الثالثه اللي جات بالبلاكار ديالها حتى هي بطبيعه الحال، وجات مطله على الشارع الرئيسي مباشره. 109 متر، 3 الغرف، صالون، 2 الحمامات. بالنسبه للثمن خوتنا احبابنا، الثمن ديال البيع هذا العقار هذا بطبيعه الحال 93 مليون وقابل للتفاوض. 109 متر، مدينه سلا، حي كريمه قرب شارع قرب المحطه ديال الترامواي وقرب سوق الصالحين. المساحه 109 متر،
الثمن 93 مليون بهذا الفينيسيون روعه بوحدك في الايطاج، والثمن راه ان شاء الله قابل للتفاوض. بالنسبه للتفاصيل راه جميع الامور اللي كتشاهدوا في هذه الشقه راه معوده، الشقه تبارك الله راه نقيه ومتوله، شوف المطبخ تبارك الله كيفاش جا هائل ومتميز، ما يمكن لك تضيف حتى اضافه على هذا العقار. جيب كيف ما قلت لكم الساك ديالك اوجي، مرحبا بكم الف مرحبا، كنعرضوا عليكم، جيو شوفوا هذه الشقه دي اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. شوفوا معايا الاطلاله، شوفوا الكويزين كيفاش دايره، بلاكارات الفوق والتحت، بلاكار بالخشب ماشي بالام دي اف، الخشب شويه صحيح بطبيعه الحال على الام دي اف صراحه، الخشب صحيح. حتى البوطاجي راه مضاليه، عندنا رخامه، المساحه ديال الكويزين ممتازه، شوفوا معايا في البلافون والقرص اسبون، اضاءه ممتازه عندنا هائله، وكيف ما قلت لكم راه السانيتير ولا هادشي ديال التريسيان راه كلشي من نوعيه رفيعه. الشارع الرئيسي هو هذا، حتى الالمنيوم راه من نوعيه رفيعه بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم، راه الكتريك. محطه الترامواي هذه راه كتبان لينا من هنا، حدانا المدارس العموميه والخصوصيه، حدانا جميع المرافق اللي يمكن لك انك تسال عليها ولا اللي يمكن لك انك تحتاجها، راه قريبه لنا لهاد الشقه هذه الجميله اللي مشمشه بطبيعه الحال، والثمن راه في المتناول واكيد راه قابل للتفاوض. الثمن ديال 93 مليون، ونتفاوضوا معكم ان شاء الله شي شويه. صاحب العقار كيرحب بكم، تقول لكم مرحبا بكم الف مرحبا، نحن راه الاشاره الاصلاح اللي صلحها الفينيسيون اللي صايبها راه بطبيعه الحال راه كان مستقر فيها. عندنا الحمام بوحدو وعندنا كذلك الطواليت بوحدها، الطواليت هي هذه اعزكم الله، كيف ما قلت لكم حتى من السانيتير راه من نوعيه رفيعه، شوفوا راه باقي جديد هذا، ما عمره ما تستعمل جانكير، هديه لكم هاد تشوفوا هذا. يلا يلا مرحبا بكم الف مرحبا، شقه الناس اللي مهتمين بمدينه سالا، المدينه الجميله والمدينه العتيقه والمدينه اللي قريبه للمرافق كامله بطبيعه الحال، قريبه لمدينه الرباط، والناس اللي كيخدموا في مدينه الرباط هذا الموقع هذا راه مزيان لكم بحكم انه ترونسبور عندنا قريب لينا. كنتمنى لكم انكم تكونوا في صحه وعافيه، وتكونوا كذلك عندكم الرزيق ديالكم وعندكم الصحيحه ديالكم. وشوفوا معايا هنا الفاسك موبلي، هنا المرايه، هذه كنحاول انني التفاصيل كامله نعطيها لكم كانكم جيتوا شفتوا المنتوج مباشره، وكيف ما قلت لكم راه التصوير بطبيعه الحال كيكون تقريبي، جيو شوفوا المنتوج مرحبا بكم، اتصلوا بنا نحن دائما كنكونوا راه الاشاره. الله يحفظكم خوتنا احبابنا، نتمنى انكم دائما تكونوا كيف ما قلت لكم في صحه وعافيه، ويحفظ لكم الوالدين ديالكم الوليدات ديالكم. جيو شوفوا هذا المنتوج، عندنا هذا وعندنا منتوجات اخرى بطبيعه الحال، ما عليكم الا تواصلوا معنا، عندنا بقاع ارضيه، عندنا منازل تجاريه، عندنا منازل مستقله، وكذلك شوفوا معايا سانيتير هادشي راه كلشي مبدل كيف ما قلت لكم، راه من نوعيه رفيعه. صاحب العقار راه صراحه ما كيتزقرمش، صاحب العقار كيبغي شي حاجه اللي رفيعه، كلشي راه ملي غتجيو تشوفوه راه غتعرفوا بان داكشي اللي مديور في هذا العقار راه من النوعيه الرفيعه. خوتنا احبابنا اتصلوا بنا على هذا المنتوج هذا، راه غادي يعجبكم، جيو شوفوه مباشره ان شاء الله غادي يعجبكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اللي عنده اي منتوج بغى يبيعو يتصل بنا، وكذلك اللي بغى يشري اي عقار يتصل بنا، نحن راه الاشاره وكالتكم العقاريه يونس خليفه، كنحاولوا اننا نسهلوا عليكم العمليه ديال البيع والشراء ديال العقارات، ما عليكم الا تواصلوا معنا، والباقي ان شاء الله راه كله علينا. وكذلك اللي شاف القناه اول مره تابونا في القناه وفعل جرس الجرس باش ان شاء الله يوصلك دائما الجديد ديالنا اللي اكيد غادي يعجبكم. خوتنا احبابنا الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.